بنشوف ضيف رابع عندنا في حلقة اليوم اللي هو واحد صاحب الإيد الخفيفة يقدر يسوي وايد أشياء. بنشوفه اليوم شو بيسوي. نتعرف على ضيفنا. تفضل أستاذي. شو أخبارك؟ كيف أخبارك؟ الحمد لله. الله يسلمك. زين، شو مهنتك؟ مهنتي ولا حرفتي؟ حرفتك. خفة يد أو خفة بصرية. راعي خفة اليد أو راعي خفة الخفة البصرية. لا أسرار يعرفها الناس العاديين ما يعرفونها ويعمل العجائب منها. نعم. فيعني تقدر يعني خليط ما بين ما بنقول الكذب بس يعني ما أدري ظهر برايم عنده داخله. شو تسوي أنت أخوي؟ سحر. الألعاب سحرية. ألعاب سحرية. خفة يد. خفة يد. ألعاب سحرية. يقول لك أي شيء يقدر يسوي. مو بأي شيء بس إن شاء الله اللي الروم عليه نسوي لكم إياه. لو في البرنامج بتشوفهم وايد إن شاء الله. ترى في العيد الواحد يحب يشوف الأشياء يعني. إن شاء الله. خلي يقدر يجيب عبد الله بالخير وأنا من البيت. وليش لا؟ يقدر يجيب عبد الله بالخير من البيت. ليش لا؟ طيب أخوي يردني إلى البيت ويجيبه. لا هو وإحنا موجودين بالاستوديو. واحنا موجودين بالاستوديو ان شاء الله. بنحاول بكل حال. بنحاول. انا ما ابغى. تعرف ليش؟ عشان اتقرب لفاطمه هناك شوي. يمكن بس هم نحاول. الالعاب السحريه. خلينا بس سؤال على السريع. يوم انت مثلا يوم تتعلم هاي الامور هل هي دراسه مثلا ولا حرفه ولا شوف يعني شغل انت تكون تعلم خفه اليد او الالعاب السحريه كاي فن؟ طيب حق ابو محمد شيء عنده ما ادري شو كيف شيء وفي داخل كيف نعم يا موسيقى مثل الموسيقى الموسيقى فن نعم الرسم فن تقدر تدرسها الالعاب السحريه ممكن تتعمق فيها وتتعلمها وممكن تسوي سوالف فان شاء الله شو بتسوينا اليوم بنحاول احنا عندنا صندوق موجود انزين الالعاب اللي عندك مثلا تسوي مثلا في العاب مثل الكروت انزين واحد يطلع كرت انا لعبت مثلا اقص عربي عندي كرت واحد يقول حط الكرت هنا ممكن ما ادري اذا ممكن. اذا فاطمه تشوفين تصيرين تسولف كذي اي اوكي مو مشكله انزين شو بتسوينا اليوم؟ بسوي لكم وايد سوالف تمام انزين يلا حيوا يا جماعه ساحرنا شو سالفه الصندوق؟ الصندوق انتم تبون بالخير؟ تبون بالخير يقول لك تبون بالخير اكيد طبعا تبون بالخير كيف يا جماعه اكيد يعني اسحب لنا الخير من البيت ما يستوي صديق تفضل الصندوق موجود صندوق 360 درجه انا بلف حواليها صندوق فاضي شو سالفه الخلق الحمر حمر يعني اهلاوي اهلاوي اذا عادي احط ايدي عليهم بالخير عادي احط ايدي حط ايدي فاضي زين اوكي ما في شيء يا جماعه بالمره خيري بالله بالخير اوكي بالخير انا بشر لا 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 صندوق احنا بنشوف من فوق ما في شيء من تحت ما في شيء الصوبين ما في شيء والجمهور موجود وانتم موجودين لا تغمضوا عينكم شفتوا الصندوق فاضي لا تغمضوا عينكم اقول لك ولا تلمحوا شيء بيقول لك الفنان اذا محطني في الصندوق هذا بيتكسف يا اخوي الرجال طويل ما شاء الله لا لا احنا بنشوف اللي بيسوي انزين هذا الصندوق حق الغتر ماله بس صندوق احمر علون اللي يحبه بالخير شو ها وتشوفون شيء قاعد يصير فوق طلع لنا اسد واحد اثنين ثلاث حيوا يا جماعه الفنان عبد الله بالخير تصفيقه وين طلعت انت؟ لحظة ياي بالريموت كنترول وين كنت انت لحظة شو السالفة؟ شو هذا؟ ايباد وريموت كنترول وحالتك حالة كيف كذي وين؟ وين ها؟ هذا جالس في البيت شو؟ شو الاستوى؟ تعال بخبرك ما عليه تعال. زين؟ شوف نحن ابوي كنا عازمينك على برنامج اعتذرت انت. صحيح الكلام. زين؟ وين صرت؟ البيت قلت بطنشهم اليوم. زين؟ انزين؟ حي يا جماعة الفنان عبد الله ابو الخير. ايباد وريموت شو السالفة؟ شو عندك؟ تعال عشان اخبرك. ها. انا كنت جالس اليوم انشغلت كثير كان كل من هذا كان ودي اياكم كان هو انت السبب هذا السبب اذا خبرنا وين كنت انا كنت مستمتع
ابو خلي الله اعطيني مولي لا تتساحر اقول لك. وفي اخر لحظه شو اسمه العيد واستقبالات العيد وشي، فقررت يعني اني البس السالفه انزين، وفوجئت اني الحين عندكم يعني اعتذرت ويا ابو اساسا ما اقدر اي صحيح ايباد وريموت كنترول في البيت يالس، البيت يالس الحبيب زين ويا ابو يا جماعه حياك الله ريموت خلوه في البوسه ابو يالس وين كيفي بند حي يا جماعه الفنان عبد الله بالخير شو سويت؟ شو سويت؟ الله يحفظك يا رب خفه بصريه جبنا لكم بالخير والسر بنخبرك ان شاء الله عقب البرنامج تمام. حيوا يا جماعه الفنان معين، حيوا يا جماعه ويا بلنا بالخير، وهاي كفايه واشكرك وعيدك مبارك، مبارك عيدك مساكم العايدين والسامين يا رب. شكرا جماعه. الموضوع ترى غريب، في ريموت كنترول في السالفه وفي ايباد، وعندنا فنان حبيناه. حيوا يا جماعه الفنان عبد الله بالخير اللي طلع من صندوق فاضي. شو كنت تسوي في البيت؟ ها؟ شو كنت تسوي في البيت؟ أنا مستمتع ببرامج العيد. هي. وخصوصا يعني ال شو حسيت يوم كيف طلعت انت؟ ما والله شو اقول لك، يعني حسيت ظلام، كاني امشي في نفق وما عرفت شو السالفه. يوم طلعت متعود اضغط على الريموت شيء بتبدل، شيء محطه، شيء كهرباء، وفجاه ولاني هني اسمع بسم الله الرحمن الرحيم، اسمع اصوات واسمع شيء كذي، وين هذا انا؟ وين انا في احلى مكان؟ انت اعتذرت ويبناك صحيح. اعتذرت ويبناك اخوي عبد الله. ترى شوف اخوي عبد الله، نعم نحن قبل لا تي شي طاح عندنا هنا، هو هذا بنزل وغايب يوم قال ابي عبد الله بالخير انه لا يطلع لنا بس منه ابراهيم زايغ وانا زايغ. اظن انت يوم مكان بعيد تناهي اسمع صحيح من جميره، من جميره مو لدار برج العرب، تعرف برج العرب ياري، ولكن شو اسمه كان اتفاق بيني وهذا كذا افكار احمد المنصوري ما ادري الظاهر ما اكتشف هذا السر. قال طلعوه طلعوه في راي عبد الله الحين اخوي بيوتنا في داره حق نسيف سيرنا خليه يودينا بيوتنا اسال شيء ها